بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتكلم فيه عن طريقة قوية ومجربة وأسرار عظيمة في ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها في الحصول على الثراء والغنى وقضاء الحاجات، وكيفية تطبيق هذا الورد اليومي خلال 3 أيام، أو ممكن أن تجعله وردا يوميا بعد كل صلاة وقبل النوم. الطريقة هي أن تذكر هذه الأسماء الحسنى: اللهم يا كافي، يا غني، يا مغني، يا معطي، يا فتاح، يا رزاق، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا وهاب. ثم نصلي على سيدنا محمد بالصلاة النارية، والصيغة هي: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. كل اسم من هذه الأسماء الله الحسنى له أثره الخاص في تحقيق المطالب وتسهيل الأمور. تكرار ذكر هذه الأسماء يكون بنية صادقة من القلب لتحقيق القرب من الله وتيسير الأمور. تكرر هذه الأسماء الله الحسنى مع الصلاة النارية بعدد 11 مرة بعد كل صلاة. ثم تطبيق الذكر بهذه الأسماء الله الحسنى والصلاة النارية على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة قبل النوم لمدة 3 أيام لقضاء الحاجات المستعصية والحصول على الثراء وحل كل المشاكل والكربات والنحوسات بإذن الله. أما بالنسبة للأمراض الروحانية الصعبة، يكرر الذكر بهذه الأسماء الحسنى والصلاة على النبي بصلاة النارية بعد كل صلاة 11 مرة، ثم تقرأ 313 مرة قبل النوم لأمراض الروحانية. كما يمكن تزويد قراءتها إلى 1000 مرة للتقرب من الله والحصول على الكرمات بإذن الله بالنسبة للمحبين للذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ندعو بالدعاء التالي، فالدعاء عبادة: اللهم يا كافي، يا غني، يا مغني، يا معطي، يا فتاح، يا رزاق، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا وهاب. نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب الرزق، وتفرج همومنا، وتقضي حوائجنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. طريقة سهلة وقوية، ونتائجها تكون سريعة بإذن الله في جلب الرزق الوفير وعلاج الأمراض الروحانية الصعبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أعظم الأذكار التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في قضاء الحاجات وفتح أبواب الرزق والبركة، فهي مغفرة للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في رفعة الدرجات عند الله. تعتبر الصلاة على النبي من أسباب استجابة الدعاء، تحمي الصلاة على النبي من البلاء والمصائب. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الرزق والبركة. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.